جديد مشاهدينا في حصة الهدرافوت، نواصل الحديث فيما يخص هذا البرنامج أقول، ونمر إلى المنافسة الإفريقية والمشاركة الجزائرية شباب قسنطينة شبيبة الثورة في رابطة أبطال إفريقيا ونصر حسين داي في كأس الكاف. نبدأ برابطة الأبطال وشباب قسنطينة المجموعة الثالثة، نشاهد الجدول الخاص بالنتائج والترتيب. كان هذا الخاص أو الجدول الخاص بفريق شباب قسنطينة. نبدأ معك الحاج عدلان فيما يخص السياسي، تعثر غير منتظر أمام الإفريقي التونسي بهدفين مقابل صفر، خسارة يعني خلت الأمور تتعقد، خلت فريق شباب قسنطينة يدخل في حسابات كان في غنى عنها. مفاجأة صح لما تشوف الباركور تاع السياسي خاصة الشامبيونز ليج، وحتى المباراة لما تشوف المباراة نظن ماشي ديك هي لا فيناليتي تاع السياسي. تاع السياسي ما يستاهلوش يخسروا، هذه كرة قدم. نظن باللي النادي الافريقي جاو ما جاوش تيباطل اكزاكتومون، ما جاوش سياحيين، يعني جاو بالمشاكل اللي كانت عندهم. ونعرف المدرب هذاك عمل في الجزائر، درس نوعا ما تاريخ لعب شباب قسنطينة، وشنو هذا ما ينقش يعني بالحدود تاع شباب قسنطينة اللي راهم في النقاط، عندهم مباراة يعني المكتوب تحمرة في يدهم، ما يقدر ينتقلوا. وحتى المباراة هذه اللي فاتت ما كانوش منهزموا بحتى مباراة، فازوا بكل مباراة خاصة في الديار، وجابوا النتائج يعني خرجوا جابوا نتائج إيجابية. لما تفوز على تمبي مازم بفرق كبيرة 3-0 وتربح في الإفريقية، المعنويات تاعك تكبر. نتمنوا إن شاء الله ما تأثرش عليهم، عندهم مباراة تاع كأس في وسط الأسبوع غدوة إن شاء الله، بالك يعاودوا يرفعوا بها المعنويات تاعهم. ونظن باللي شباب قسنطينة عندهم لا دنيير لين دروات سمير تشامبيونز ليغ في البطوله، مازالهم يعني حيين يقدروا يلعبوا على البوديوم حتى في الكاس، وحتى في الكاس راح يبداو دور ربع نهائي غدوا ان شاء الله. ان شاء الله ما ياثرش عليهم هذا الانهزام ان شاء الله. شيخ كمال بوهلال بدون شك تابع الباركور تاع فريق شباب قسنطينه، كثير يعتبروا يعني كفريق بطل من حيث النتائج اللي حققها منذ قدوم المدرب لافان، لم يخسر او اول انهزام له في المشاركه الافريقيه في رابطه الابطال. حقيقه نشوف يعني شباب قسنطينه نظن التجربه الاولى في المجموعات نظن راهي ايجابيه، يعني نقولها بكل صراحه ونحيوهم، وان شاء الله يعني يكونوا في المستوى يعني في خاصة في المقابلة هذه الأخرانية تاع فريق تيبي موزومبي. باش نقولوا بالك المقابلة الأخيرة نظن الله غير تلقى واحد الهدف وين في وقت يعني حساس، نظن يعني كي تشوف المجريات تاع المقابلة، ولو دائما يعني صعيب الفريق اللي كي يقولوا يبدأ المقابلة وعلى باله بلي لازم له نقطة ويتأهل، يعني تدخل في واحد انجيسيون انجيسيون شويه بالك هذيك هي اللي نعيبوها الشيخ عند لاعبين تاعنا. ما ايواش نقولوا، شوف بالك كانت انا شفت واحد يعني المقابله وشفت يعني واحد كانت شويه واحد الانانيه تاع اللاعبين يعطيك صحه داروا في راسهم لا ما نقولوش، يعني نظن كي تلعب بمستوى انفولونتير ما غير مباشر، يعني كيما قال لك لاعب ولا مدرب اللي عاش هذا الامور يعرفها قد ما بالك يكون التحضير البسيكولوجي، ولكن يبقى دائما هذاك الخالق اللي يقدر ياثر عليك واثر عليهم. ماك شوف تضيع تمريره في وسط الميدان تحاول تولي ولا تبيت كيما قال لك، والهدف يعني تسجل اون دو طون، يعني وين الحارس الرحماني كان جبد الكره لبلا الاخر، يعني سي تان اوبورتونيست ان بون افونسون، يعني كان وين الحارس رجع ولو كمل الحارس يسال يسأل، ولكن ما تنساش بلي هو تلقى كي كانت تصدى كان متر على الجوار هذاك سيتي اي مي سيتي ديفيسيت، ايضا تضيع ركله الجزاء شي، وعلاش نقول لك انه كانت مليح في الشوط الثاني يعني ولا، وكانت ضربه جزاء كان منعرج كما يقولوا هذه، يعني علاش تقلقنا شويه، كانت يعني فرصه الحق يعني صح. شباب قسنطينه بالنتائج تاعو وخاصه الاداء اللي راهو يقوم به نظن يسهل باش يجوز يعني لثمن النهائي ان شاء الله. ربع النهائي زكريا، انتم واجهتوا شباب قسنطينه ايضا انتم اللي حبستوه في يعني في البطوله بعد سلسله طويله من النتائج، واجهتوا هذا الفريق راهو فريق كبير، راهو فريق يعني حال الوقت باش يروح يعني المنافسه بعيده، يروح بعيد في المنافسه الافريقيه هذه. على كل حال الفريق تاع شباب قسنطينه هذا الموسم شفناه مغايره على المواسم الفارطه، روفنون للمواجهه تاعنا معاه، كانت مباراة صعيبة لنا وين ما
قدرناش نسيروا المقابله كما لي ماتش الاخرين اللي رسوفينا فيهم ا دوميسيل. نظن باللي لو باركور تاعهم في لاكوب دافريك اللي اكستراوردينار جوسكا بريزون مازال ما ماتش يلفون جوي توت لور شونس ان شاء الله، وان شاء الله يعاودوا يلو بنتيجه ايجابيه ان شاء الله واني تسمح لهم باش يتاهلوا ان شاء الله. رفيق واحد كلام اسمح لي برك سمير يقول له لو اليوم نادي بارل بطريقه اللعب تاعو بالتكوين تاع اللاعبين تاعو لو يكون في المنافسه القاريه قادر انه يولي يتوج بالكؤوس الافريقيه، لانه يقولوا عنده امكانات تاع اقوى الانديه الافريقيه. هل راكم تشوفوا نادي بارادو يعني مستقبلا؟ هذا كلام الناس. احنا انا دوبك تشوفوا روحكم يعني انا بيرسونيل مون كي نشوف ليكيب تاعي بيرسونيل مون هاد لافاز اللي رانا فيها حاليا رانا تقدر تقول رانا نسيطروا في البطوله الوطنيه تاعنا، وكي تكون مشاركه قاريه ولا ان شاء الله يكون كلام واحد اخر. يعني مازال ما مشي يفكروا في المنافسه الافريقيه. لا ان شاء الله تاخذ نادي بارادو يجيب البوديوم ان شاء الله وبعدها دوك تحطوا على بارادو بعد شويه رفيق ندوزوا الايطاب واحد اخر ان شاء الله. دوك تحطوا على بارادو الحاج رفيق اش تقبل دير في حسابات المجموعه هذه يعني تاع فريق شباب قسنطين؟ شوف في الخساره تاع شباب قسنطين هناك نقطه ايجابيه اللي هي ما خسروش هدف فارق هدفين وما خسروا افيك 1-0 جدي ايكار دان بيت مي 1-0 ماشي 2-1 ماشي 3-2 ماشي 4-0 كاين فرق كبير. لو خسروا بفرق هدف ولكن بنتيجه 2-1 المعطيات كانت راح تتغير. لماذا؟ لانه لاكاف تحسب دائما بالجول افيراج بارتيكولي لارتيكل 20 تاع لا ليغ قانون تاع لا ليغ دي شامبيون واش يقول في حال تساوي فريق في عدد النقاط يشوفوا لي ماتش اونت لي دوز ايكيب كونسيرني مباراه يعني لو نطيحوا مع الافريقي بنفس عدد النقاط عندنا طروبا احنا دافي توس ما داو طروبا في الجزائر ومن بعد يحسبوا له جول افيراج بارتيكولي طيح 0-0 ومن بعد يشوفوا التروازيام كريتير سي لي بوت ماركي عليك تيرف لي ماتش اونت لي زيكيب كونسيرني. لو خسرنا 2-1 يعني يقولوا هما سجلوا علينا في الجزائر هدف وحنا لم نسجل في تونس هدف. لو في هذه الحاله كان يكفي الافريقي الفوز باي نتيجه على اسماعيلي حتى يتاهل. اليوم لكن الافريقي خسر ب8 مع ماسامبي رفيق انا ايضا حسابات واحد اخر سحب نفهم انا نقول لك لو خسرنا بفرق هدفين او خسرنا بفرق هدف لكن ليس هدف مقابل صفر 2-1 3-2 كان يكفي الافريقي الفوز على الاسماعيلي في المقابل بهدف. سمع هكذا في صالحنا النتيجه اليوم في صالحنا. لماذا؟ لانه ديجا لو كان نطيحوا مع اسمه مع الافريقي بمباراه الذهب واياب الذهب والاياب لو كان طيحوا الذهب والاياب نطيحوا 3 بوا جول افيراج يعني 0 ماركاو ما ماركيناش ريكسيري ما ماركاش ريكسيري احنا رانا في ليستا ونروحوا للكاتريم كريتير نروحوا للجول افيراج جينيرال. حنا اليوم انا فايتين الافريقي بتسع اهداف باش يقصى شباب قسنطينه يجب على السياسي يخسروا 4-0 في مازامبي والاخرين يربحوا 5-0 مع اسمه يعني نف ولا 6-0 3-0 يعني فرق نف بيت باش يصرى هذا تولي معجزه لو يتاهل الافريقي ويقصى فريق شباب قسنطينه. في النهايه الحاجه اللي ماهيش مليحه ايضا انه الشباب قسنطينه اللي ما خسر حتى مباراه راح باش يتاهل صعب يتاهل في المركز الاول لازم يفوز على تيبي مازامبي. كل الاحتمالات في حاله التاهل تقول ان شباب قسنطينه سيتاهل في المركز الثاني. وكما قلت كل شيء ممكن في كره القدم ولما لا يفعلها فريق شباب قسنطينه في تيبي او امام تيبي مازامبي. فريق اخر شبيبه الثوره ايضا العائد بقوه في دوري المجموعات بعد ان كان في ذيل الترتيب اصبح متصدرا للمجموعه برصيد 8 نقاط وفاز على سيمبا التنزاني الحاج عدلان بهدفين مقابل صفر. أراه جايبها أو تدقيقة نشوفوا الجدول الخاص بمجموعة شبيبة الثورة. نعم كان هذا الجدول الخاص بالنتائج والترتيب الخاصة بمجموعة شبيبة الثورة 10 نقاط. نعم. نعم الحاج عدلان أيضا شبيبة الثورة عاد لاكورس وكريم زاوي راهو جايبها مشات له ما شاء الله. نضل باللي نحييوه بالمناسبة نحييوه ونحييو حتى المسؤولين اللي داروا فيه ثقة وعدنا باش يجي إن شاء الله يكون معنا يكون الروبو إن شاء الله لما لا بعد تأهل الدور الجاي. نضرب اللي شباب الثورة هاد المباراة اللي فاتوا النقطة اللي جابوها خارج الديار هي اللي خلتهم يعاودوا يحيوا في المنافسة وجاهم دو ريسيفو دو فوا ا دوميسيل ماشي سهل لما تقبل خسارات يعني دو سويت تربحهم في زوج خاصة في الذهنية تاع اللاعبين وتربحهم في زوج اكزاكتومون كان عندهم ضغط يعني وعرفوا كيفاش الضغط هذاك يردوه ايجابي. نضرب اللي المصير تاعهم راه في دوم سيفيريك عندهم الديرني ماتش صعيب جدا راح يتنقلوا مش راح يكون سهل على كل حال في مصر
اكزاكتومون في مصر والكونكيرون ديريكت يعني الاهلي المصري، الاهلي المصري اللي غانيه تعريفه. نظن بلي انا شابي تصور حد الان راهو انجاز لهم، ما حتى هما كما قال كامل قبيله شابت قسنطينه اول مره يلعبوا دور المجموعات. نتمنى ان شاء الله تكون عاده لما لا يزيدوا يحوسوا على البوديوم باش كل عام يشاركوا. اللي تكلمنا في الكوليس الثوره يعني فيه فيه حسابات، نتمنى انه مينيموم يديروا ماتش نيل باش يصيروا لا كاليفيكاسيون بريمي ديزام ما يهمش. لكن هناك ان كات فيغور حاله واحده يمكن لشباب شباب الثوره التاهل حتى في حال خساره مع الاهلي، انه فيتا كلوب وسيمبا يديروا مع ماتش نيل تعادل. التعادل لانه لو احنا نخسروا لا قدر الله في 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 مصر، مصر تطلع افيك دي بوان، الاهلي المصري يطلع افيك دي بوان، صارت قاعد 8 بوان. لو يديروا تي بي مازامبي مع سيمبا ماتش نيل سي فيتو فيتا كلوب مع تي بي مع سيمبا يديروا ماتش نيل صورة خير من فيتا سي فيتا كلوب يولوا 8 بوان. جول افيراج بارتيكولي سي وفافور ديال الثوره، درنا ماتش نيل تما وربحنا يعني دينا 4 بوان مداو 1 بوان. هذا هو السول كات فيغي، ومن الصعب انك انك تخسر وتسنى الماتش نيل. المفروض ان شاء الله نديروا 1 ماتش نيل 1 بوان ان شاء الله. قبل نروح للشيخ كمال بوهلال نستمع لهذا التصريح الخاص بمدرب فريق شبيبه الثوره وايضا مدرب سيمبا الطنزاني. فوز كان مستحق، لعبنا اليوم ضغطنا على الخصم منذ البدايه، شفتوا في 30 دقيقه الاولى كنا ضاغطين الكل في الكل، سجلنا هدف كنا قادرين نسجلوا عده اهداف، سوء الحظ ما خلاناش باش نسجلوا الهدف الثاني. في الشوط الثاني نفس السيناريو اللي قلنا نبقاو ضاغطين على الخصم في المنطقه تاعو، نبقاو نلعبوا في المنطقه تاعو حتى سجلنا الهدف الثاني، كنا قادرين نزيدوا نسجلوا الهدف الثالث، ولكن هذه كره القدم 2-0 نقول بلي ان النتيجه ايجابيه لنا ورانا متربعين على المرتبه الاولى في هذه المجموعه هذه، وان شاء الله نحضروا المباراه الجايه راح تكون نهائي بكل صراحة، راح يكون نهائي في مصر مع النادي الأهلي، راح تكون مباراة صعبة، حتى فريق سيمبا راح يلعب نهائي في مع فيتا كلوب. قلنا ومع بداية الأمر بداية المجموعة هذه قلنا باللي أصعب مجموعة كانت مجموعتنا. تتواصل معاناتنا خارج الديار وهذه الهزيمة الثالثة، لكننا نفوز داخل القواعد. المباراة الأخيرة ستكون على شكلة نهائي لأننا سنستقبل المنافس وسنتأهل. المهمة لن تكون سهلة لنا كما للثورة، فمواجهتهم في مصر ستكون جد صعبة بالرغم من أنهم في الصدارة. على العموم أتمنى لهم الأفضل. تحية لفريق شبيبة الثورة على ما يحققه الشيخ في أكبر وأكبر المنافسات الإفريقية رابطة الأبطال. لا حقيقة والله غير تحية كبيرة، لأن باش الفريق يلحق لهكذا المستوى سيك فيه مجهودات يعني من كل الأطراف المعنية، الأنصار، اللاعبين، الطاقم الفني، رئيس الفريق، الإدارة. ظن هذين لازم كما قولك نحيوهم على المجهودات هذوما، وخاصة شريف الكرة الجزائرية. نقول لك شيخ برك سؤال فيما يخص كريم زاوي اللي تسبق لك وأن شرفت عليه كلاعب في وداد بوفاريك في 96 97 والآن راه راني خدام هذا ولا ما يخدمش سامي لو كان يقصرنا على زكريا أنا كان عندي لا لا الحمد لله. واش نعاودوا نقولوا بالك واش الفرق كريم الشيخ هذه هي اللي نمدوا الواحد الثقة نمدوا نديروا فيه كونفيونس. الشيخ كان مدرب يعني مساعد أصبح يعني مدرب رئيسي وراه يحقق فيه نتائج ما نقدروا نقولوا في الهواء. هو يعرف المجموعة خير باش بالك على بالك اللي بلي بروش حاجه اللي يكون اون دوزيام هو اللي على بالك كونفيدون سي لو كونفيدون استاذ يعرفوا كل صغيره وكبيره على اللاعبين، يعرف كيفاش سورتو كما قال لك العلاقه بين اللاعبين التواصل معاهم كاين تما امور اللي تسهل وهي مليحه يعني كما نقولوا باش ما يكونش يعني بزاف تغييرات هكذا. كريم ان شاء الله نتمنوا له كل الخير ان شاء الله وبالتوفيق مع فريق شبيبة الثوره. انا حبيت عاود برك نقطه واحده اخرى تفضل شيخ. يعني المجموعه تاع قسنطينه نشوفوا غير ثلاث فرق اللي راهي معنيه، ولكن في المجموعه تاع الثوره راه في اربعه راهم معنيين بالتاهل.
نظن هذا اللي يخليه باش تكون المباراه الاخرى تكون نهائيات. يعني كيما نقول لك احنا واش تمناو يعني نظن رفيقه ودار يعني الحسابات تاعها كاع كالكيلاتريس مازال دوك يضحك على حالك مليح دوك يضحك حكيت له دوك يضحك له تاع النصريه يزيد يجبد لك حكايات وحده اخرى حكيت له واش يعني كي حاجه سامحني يا تفضل. يعني بين شباب قسنطينه وشباب تصاورة نظن ايزون في ان تري بون باركور يعني باركور مليح هكذا ولو بالك كما قولك الخساره شويه تاع قسنطينه والتعادل الاولاني يعني وتعادل يعني مع الاهلي المصري صح. مش فهمتني فريق القرن وكان الدوزيام بي تاع يحيى شريف هدف رائع محسوب عندكم سيستم ما نفهمش بلا بلا الفار بلا بلا كنا لو كان الفار بالك نجوزوها لا لا كان نرجع لك كنا نقدروا نجوزوها. زكريا واش تقدر ايضا تقول لنا في المشوار اللي يحقه فريق شبيبة الثورة؟ المشوار الطيب اللي قدم فيه فريق شبيبة الثورة خاصة انه المشاركة الأولى تاع في دوري رابطة أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا نظن باللي عندهم بورسونتاج كبير باش يتكاليفاو وإن شاء الله يعودوا لنا بالتأهل من مصر إن شاء الله. ماتش صعيب في مصر راح يكون على كل حال ماتش سهل مجموعة هادية ماتش مو سهل في هذه المجموعة نظن باللي الفريق راه عازم باش يعود لنا بتأشيرة التأهل ان شاء الله ان شاء الله. ولما يتعلق الامر الحاج عدلان نعم فرق ولا ثلاثه حتى النصر عليك جاليها هادو يقدروا يكونوا لوكوموتيف بالك حتى جون زكريا راح تكون هي الموتيفاسيون يقول لك اللي بالا احنا العام الجاي نادي بارادو نشاركوا نديروا اللي بالا كما داروا صورة ولا احسن هاد الفرق ان شاء الله يمدوا يعني يخرجوا صوره مليحه للكره الجزائريه ديجا كيراهم يخرجوا صوره شابه اي بي حتى لهنا على نيفو لوكال علاش لا دوتر ايكيب يقول لك بوركو با العام الجاي نكونوا بلوس دو 3 ان شاء الله. نروحوا لفريق نصر حسين داي المشاركه تاعو في كاس الكاف رغم الخساره الا ان حظوظ النصريه تبقى قائمه نتابع هذا الجدول ونعود. حسابات معقدة في مجموعة نصر حسين داي خاصة مع فوز الزمالك المصري بأربع أهداف مقابل صفر وخسارة النصرية بهدفين أيضا مقابل صفر. شيخ كمال بوهلال خسارة النصرية كان على الأقل عودة بنقطة التعادل حتى تبقى على الأمل قائم أكثر وأكثر. والله غير شوف أنا راني متفائل على فريق نصر حسين داي نقول لك على الحمد لله بلي المقابله الاخرى تلعب هنا في الجزائر لان التاهل تاعهم كاع راهم جابوه هنا في الجزائر ان شاء الله يبقاو في الديناميكيه هذه يعني هو بدون خطا في الجزائر بدون خطا فاز مبارتين يعني وعاد بنقطه نضل من مصر التركي. هو دوك واش يبقى يعني العمليه تاع الاسترجاع لا ريكيبيراسيون هذه اللي ديما تخوف منها المدربين شيخ مع ايغي المره اللي فازت كان تخوف هذه نقولها لك يعني على بالك كي تروح ايه راكم فان سيزون ما تنساش رانا داخلين في شهر مارس واش قاعد على بالك ولا اللاعبين دوق بداو في جوي ولا في جوان شوف شحال رانا قريب راح يدور العام صح كيما يقولوا ايه دونك سي بلوس دوق الطاقم الفني يعرف العمل تاعو الطاقم الطبي نظن ان شاء الله يكون الاسترجاع والنحيه يعني سيرتو لا بريباراسيون بسيكولوجيك بور لو ماتش باسكو دوق تلعب مع فريق اللي عنده ليكسبيريونس هكذا الزمالك عندهم يعني سي تان ابيتي موالف يلعب لي كوب دافريك الدنيا وما تنساش بلي تركيبه تاع فريق نصر حسين دا يعني شابه عنده شويه اصابات الغياب تاع قاسمي ايه سورتو تاع كيما قاسمي كوميم سي ان جوار عنده ليكسبيريونس وفي القطاره الاماميه نتمنوا له الشفاء ان شاء الله وربي ان شاء الله يعاود يولي للفريق تاعو يعني ويولي للاهل تاعو بكل صحته يبقى دوق كيما نقولوا ان شاء الله مع حنكه تاع إيغيل ان شاء الله شيخ إيغيل ان شاء الله يكون فيها خير حنا نتمنوها لان اليوم يعني فريق نصر حسين ده يعني نقدر نقول لك بلي عطاه واحد الوتش كبير ومشرف لان يعني بلاعبين شبان بلاعبين يعني ما نقولوش بلي مونك ديكسبيريونس بصح بالمستوى تاعهم بلا غرينطا هذه بالحماس يعني عرفوا كيفاش يعني كيما نقولوا احنا ولينا يعني نتجاوبوا مع فريق نصر حسين داي خاصة في يعني هذه المقابلات الإفريقية كما قلوا راهم دائما يشرفوا
وان شاء الله يعني يكونوا في المستوى نهار الحد ان شاء الله باش يعني يتاهلوا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله زكريا شي صعيب يعني فريق نصر حسين داي اللي راح يواجه الزمالك المصري او مره لن تكون سهله بملعب خمسه جويلة. على كل حال المباراه مش راح تكون سهله خاصه ان اللقاء هذا راح يعرف الحسم شكون يتكاليف وشكون لا خاصه انت لعبت كونتر مصريه وتعرف امكانيه اللاعبين. على كل حال عندهم لاعبين لبس بهم وذو امكانيات عاليه جو بونس كو الامور راهي في يديهم ان شاء الله في المباراه في 5 جويليه ان شاء الله يكونوا في المستوى تاعهم ويتاهلوا ان شاء الله. هو نهائي بالنسبه للنصريه الحاج عدلان شتقبين مع رفيق في الكواليس كنتوا ديروا بزاف حسابات المجموعه هذه هيا تاول رفيق شكون حسابات خاطش ترونسات هاد المجموعه هادي او ترونسات صور يعني هي قبل الماتش اللي فات لي زيارة الحاره ديجا عاودنا ربو بين الماتش اللي تلعب بين الزمالك ونصر حسين داي راحوا ديروا ماتش تما براتيكومون الزمالك كانوا اليميني شو كيفاش عاودوا ولاو كملت كمان قبل نتكلم على لي زابيتوي تاع المنافسه سي امبورطون لما تكون عندك يعني تركيبه يكون عندك منظومه اللي عندهم خبره وعندهم لاعبين اللي يقدروا يرفدوا التحدي في اي وقت نظر باللي نصر حسين داي اكتشفنا فريق بطريقه تاعو يعني ستيل دو جو بروبر تاع المصريه هنا في الديار رام سون فوت والماتش هذا راح يكون جيتوما الماتش هذا ديرني ماتش راح يكون هنا في الديار نظر باللي لو ماشي بالك هاد الغيابات اللي تكلم على قاسمي وزيد العرفي وممكن حراق مش راح يشارك راه سي لا كولون هذه لا كولون فيرتيبرال تاعهم وسط ميدان يعني تجربه وامكانيات لاباس بها صح. انا نعرفوا قاسمي الانفلونس اللي عنده في البلان اوفنسيف في هاد المباراه اللي تحقق لي جوار كيما هادو نتمنى ان شاء الله يرفضوا التحدي الشباب تاعهم لماذا يرفعوا المستوى يكون ممكن الملعب يكون الجمهور تاع نصريه ان شاء الله ان شاء الله في الموعد وان شاء الله عندهم حدودهم مسمير باش يتاهلوا للدور الجاي ولو كش ما صرا امر بحو فريق المستقبل ان شاء الله. رفيق انا ما نرضاش بغير الفوز امام الزمالك المصري حتى تاهل. لا ما عندكش حل من غير الفوز يعني وماتش كريمينا في كل حالات وفي حال يعني تعادل الفريقين الاخرين في كل حالات يعني بيترو اتليتيكو غورما النصريه مطالبه كان انسل كاتيجوري ما طلع ما تهبط لماذا لانه الزمالك عنده 8 بيترو 7 النهضه 7 وغورما 6 6 وتفكر قلت لك القالو سي لو غولا فيراج بارتيكولي اوكي لو اليوم انت تربح راك تكاليفيا اكيد برومي ان شاء الله لو نديروا احنا تعادل نطلعوا ل 8 نوليو احنا حنا نوليو 8 صح الزمالك يولي ب 9 الزمالك ب 9 المباراه الاخرى بيترو اتليتيكو المباراه الاخرى نديروا احنا تربح تربح غورمايا تولي 9 بوا تليمينا تربح بيترو اتليتيكو تولي دي بوا تليمينا الكابتال تعادل بيترو اتليتيكو يطلعوا 8 8 8 بوا وانت عندك تعادل 8 بوا قول افيراج بارتيكولي بيتر اخر منك 2-0 صح في كل حالات لازمك تربح وكل حالات هو الفوز الفوز فوز النصريه يعني خساره الزمالك امام النصريه يخلي الزمالك عنده حد صغير باش يجوز افيك 8 بوان لو يصرى ماتش نيل مع بيترو اتليتيكو 8 بوان 8 بوان هما داروا ماتش نيل في انغولا وربحوا في مصر هما اللي قادرين يجوزوا انغولا قول افيراج بارتيكولي مع بيترو احنا نو احنا ما نرضاوش بغير الفوز الحاج الحسابات اللي درناهم انا فصل اشهاري بعد الفصل بعد الفصل فصل اشهاري ونعود اليك الحاج عدلان والى الجمهور ومشاهدينا الكرام.